السلام عليكم خاوتي وصحة رمضانكم. اليوم جبت لكم الجديد نتاع جيزي، راهي دارت عفسة روعة، يعني انترنت مجاني بمعنى الكلمة. كيفاش نديرو كيفاش نتحصلوا على انترنت مجاني من 1 جيجا اوبتي حتى 6 جيجا؟ طريقة سهلة جدا، فقط عليكم الى بلاي ستور تقومون بتحميل تطبيق جيزي. مثلا هنا في بلاي ستور تكتب فقط جيزي، قوموا بالبحث هكذا، هذا هو تطبيق جيزي، انا راني محمله. طريقة الحصول على الانترنت سهلة جدا، فقط عليك المشي، سوف تربح شيئا. المشي خطوة التي مشيتها سوف تقوم بتحويلها الى انترنت مجاني. واجهة تاع تطبيق جيزي راح تضغطوا على Walk and Win بونيس، هذه اللي فيها الانسان هذا يمشي، تضغطوا عليها كما هكذا. شوفوا تبدا الارباح تاعكم تاع الانترنت من 5000 خطوه. دروك نقول لكم شحال تقدروا تربحوا، تضغط فقط تعطيه السماح هنا وتبدا تمشي هكذا. راهو اذا كي تبدا تمشي يبدا ماركي. دروك نقول لكم شحال تقدروا تربحوا. هذه هي خالتي، قال لك تقدر، هاو قال لك غاني اون سونتي غاني اون بونيس داتا، يعني ربح صحتك وتربح البونيس داتا. كي تمشي 5000 خطوة يعطيك 1 جيجا صالحة ل 24 ساعة. 5000 خطوة وأكثر، أكثر من 5000 راح يعطيك 2 جيجا بوندون 7 جور صالحة لمدة 7 أيام. هنايا تمشي 15000 خطوة يعطوك 4 جيجا فاليدي 7 جور. هنايا 20000 راح يعطوك 6 جيجا فالابل 30 جور، يعني شهر. هذا مكان يعني، واللي ما عندوش تطبيق من قبل كيحملو، فقط عليك ادخال رقم هاتفك جيزي، بعدها ياتيك كود في هاتفك تقوم بادخاله، بعدها تقوم بتسجيل. هذا مكان حبيت نشارككم خاوتي هذه العفسه المليحه. هذا صرالو جيزي، دارو كيما تطبيق سويت كوين اللي تقدر تربح منه في الباي بال من الخطوات. اللي مهتم به ثاني راح اخليه لكم في صندوق الوصف، وفي فيديو اخر ان شاء الله اخوتي. الى اللقاء.